ولا رأيك ايه يا كابتن توفيق؟ كابتن توفيق السيد رئيس لجنة الحكام السابق في منطقة القاهرة والحكم الدولي السابق، تحياتي ليك. كابتن أسامة تحياتي ليك وللسادة المتابعين والمشاهدين، كل عام يا رب وانتم دايما بخير يا رب. التحكيم المصري هيودينا فين؟ لا يعني انا بص، انا سمعت طبعا المقدمه بتاعت حضرتك يا كابتن اسامه. انت متشائم اكتر من اللازم الحقيقه. والله انا ما شفتش حاجه عشان اتفائل بيها يا كابتن توفيق. طب هقول لك على حاجه، لما بشوف خطا انا كرئيس لجنه حكام اطلع اقول ده خطا والحكم اخطا، بس النهارده ادافع عن الخطا فدي كارثه، دي تدعو للتشاؤم اكتر. بص انا هتفق معاك في بعض الامور وهختلف مع حضرتك في بعض الامور، ده شيء طبيعي. احنا عندنا حكام يمكن من احسن الحكام الموجودين في العالم صدقني، لكن احنا عندنا دلوقتي في الوقت الحالي اللي انا بكلمك فيه عندنا ازمه ثقه ما بين الحكام. حقيقه. هجوم شديد جدا من كل يعني خلينا نتفق على شيء مهم، في هجوم كتير جدا، في حمله ممنهجه على الحكام، ربما حضرتك تنتقد الحكام وانت راجل محترم والقناه محترمه وتنتقد بموضوعيه وبشفافيه. انا هقف معاك على اخر نقطه حضرتك قلتها اللي هي النقطه بتاعت ان المسؤول لما يكون عندنا خطا لازم يعترف بالخطا. الاعتراف بالخطا يا كابتن اسامه هو اول طريق الاصلاح. ايوه. انا ما عنديش ادنى مشكله خالص ان انا لما الحكم بتاعي يخطا ان انا اطلع اقول النهارده حكامنا اخطات واحنا هنشوف الموضوع واحنا هنقعد وهنتكلم وهنشوف الدنيا دي كلها. شيء طبيعي حضرتك هتيجي تقول لي طب والنادي ذنبه ايه؟ هقول لك ما هو النهارده احنا بنلعب كره قدم يا كابتن اسامه. النهارده الخطا ده ربما يكون ضدك وطبعا غير متعمد، المره اللي بعديها ممكن يكون ليك برضه غير متعمد بدون قصد الحكام. حقيقة. لكن ان احنا نعالج المشكله هو ده اللي احنا لازم نقف عليه. انا بشوف ان لجنه الحكام الرئيسيه كابتن عصام عبد الفتاح وهو له كل الاحترام والتقدير، راجل عصام ادار التحكيم على مدار سنين طويله جدا، اخر مره كان يمكن حوالي 7 سنين. الحقيقه ان عصام بيشتغل كويس جدا في التحكيم. لكن انا بشوف من وجهه نظري بشوف ان عصام اليومين دول تحديدا انا مش حابب ان هو يطلع كل يوم يتكلم في القنوات. خلي بالك يا كابتن توفيق دي مشكله، يعني ظهور الاعلام كتير والكلام كتير بيؤدي لغلط كمان، يعني بتغلط في تصريحاتك. انا متفق معاك تماما على فكره، بقول لحضرتك كده وبقول للكابتن عصام نفسه كده ان عصام خلي بالك عصام شخصيه محترمه، ربما يكون عنده بعض الضغوط اللي بتاثر على تصريحاته، وده طبعا شيء مهم المفترض ان هو يكون عامل حسابه. انا قلت من البدايه لابد ان يكون في متحدث رسمي باسم لجنه الحكام، ده شيء طبيعي جدا في اي حته في العالم موجود عشان رئيس اللجنه ما يصطدمش بالناس. لكن ان احنا نتكلم على التحكيم ونقول كذا واحد اثنين احنا عندنا مشاكل تحكيميه، انا مش هنكر ده، عندنا مشاكل تحكيميه في جميع المباريات على فكره، او في الغالبيه العظمى من المباريات، محتاجين الحكام دعم للحكام، محتاجين دعم للحكام. اعتقد ان الفتره السابقه يعني الحته الماديه بتاعت الحكام الى حد ما مرضيه بالنسبه للحكام، لكن الحكام محتاجين شغل كتير جدا 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 الفتره اللي جايه دي. اعتقد ان في 19 عضو لجنه حكام كابتن عصام بشكل لجنه من 19 واحد، انا بتمنى اشوف دور الواحد فيهم دور ملموس. بمعنى ايه دور ملموس؟ انا النهارده مفترض ان انا لما يكون عندي رئيس لجنه الحكام وشايف حاجه من وجهه نظره انها غلط ان انا اصححها له، او هو ان هو شايف انها صح، انا برضو اقول له لا تعالى هنا لازم نتكلم. لازم النهارده لجنه الحكام مع كل الاحترام والتقدير ليها يمكن ما حدش بيتناقش مع كابتن عصام، ودي مشكله كبيره جدا. انك انت ال 19 عضو مش موجودين، يعني 19 عضو ما فيش حد فيهم بيراجع الراجل، الراجل برضو محتاج حد يعني ينبهه ويقول له 1 2 3 4. لكن صدقني يا كابتن اسامه القماشه عندنا قماشه محترمه، عندنا حكام على اعلى مستوى، يمكن يكون بعض الحكام عندهم عدم ثقه في الفتره الحاليه، اللي طبعا انت عارف في حكام ما راحتش كاس العالم، في حكام ما بتلعبش نهائيات البطوله الكونفدراليه، الدوريات في افريقيا انت عارف الامور بتدار ازاي. احنا محتاجين الدعم من الانديه، ومحتاجين الدعم من جميع المسؤولين، سواء اتحاد الكوره سواء مسؤولين الانديه، لان التحكيم في النهايه هو العنصر الاهم في المنظومه زي ما حضرتك قلت. احنا نتمنى، والله نتمنى الاصلاح، واحنا هنا بنتكلم بنيه الاصلاح، نفسنا نشوف التحكيم زي ما احنا بنتكلم وكل الانديه بتطور وبتشتري لعيبه واجهزه فنيه وبتصرف ملايين، نفسنا برضو نشوف التحكيم في افضل صور، وخاصه يا كابتن توفيق نفسنا نشوف التحكيم المصري او عنصر من التحكيم المصري دايما متواجد في كاس العالم. الحمد لله احنا عندنا كابتن محمود ابو الرجال موجود، هنحمد ربنا طبعا على كل شيء. محمود ابو الرجال يمكن انا قلت في كل حته انه من احسن الحكام الموجودين المساعدين الموجودين كان على مستوى العالم، بس بنطمع في الزياده طبعا. اختيارات الكاف يا كابتن اسامه انت عارف بتمشي ازاي طبيعه اختيارات الكاف بالنسبه للحكام الساحه والحكام النهارده. خلينا نتفق على ان سيكازوي وكسامه رايحين كاس العالم،
واحنا ما عندناش حد، عندنا طاقم تحكيم من الجزائر طاقم كامل، واثنين حكام من الفار من المغرب رايحين، واحنا ما عندناش حد. دي نقطه مهمه جدا. نتمنى ان احنا نشوف، انا يعني كل الاحترام والتقدير لحضرتك، لكن احنا مش عايزين نصور التحكيم المصري بالصوره القاتمه اللي احنا كل الناس عندنا اخطاء، عندنا اخطاء ملموسه، ملموسه. كل الدعم، يعني عايزين دعم عشان نقدر ان احنا نقف على رجلنا. انا بكلم حضرتك، يمكن انا ما اكونش في واقع مسؤوليه، لكن انا في النهايه حكم، فبالتالي يهمني التحكيم، يهمني ان الحكام تظهر باثر بصوره كويسه جدا، يهمني ان اللجنه تكون لجنه، طبعا هي لجنه محترمه، يهمني اللجنه انها تشتغل وانها تعمل وتجتهد. تصريحات كابتن عصام، وانا بقولها لك، ما عندناش كسوف ان انا اقول لكابتن عصام، يا كابتن عصام بلاش تصريحات. طب وحضرتك بتتكلم عن التصريحات في القانون، وحضرتك درست التحكيم وبتدرس التحكيم وبتحاضر للحكام في روح القانون، روح البروتوكول، وفي الاحتواء والقوانين الجديده اللي احنا بدانا نسمعها هنا بس في الكره المصريه وفي مباريات الاهلي فقط. لا طبعا ما فيش الكلام ده، انا بتفق مع حضرتك تماما، وانا بختلف مع كابتن عصام في كل حاجه. ما ينفعش ان احنا نقول وروح القانون يا كابتن اسامه، روح القانون ان انت ما تكسرش القانون. يعني روح القانون انت ما تكسرش القانون، ما فيش حاجه اسمها روح البروتوكول، لان احنا النهارده الحكم بينزل يحكم المباراه طبقا للقانون، واذا كان في حاجات بتتقال ما بين الحكام وبعدها اثناء مباريات معينه في القسم الثاني ولا الثالث، لان كل مباراه وليها ظروفها. هتقول القانون واحد، اقول لك بس احنا احيانا بتلعب مباريات في طريق، في طريق لكل مباراه ليها طريق اداره، بس طبقا بما لا يخل بالقانون. اللي يستحق انذار لازم ياخد انذار. ودي كلمه مهمه يا كابتن توفيق، روح القانون انك تطبق القانون، هو ده روح القانون. وحضرتك بتتكلم عن يعني احنا كنا بنتكلم من شويه عن النهائي الافريقي، فيكتور جوميز الحكم الجنوب افريقي، شايف ازاي الحكم ده وادارته لمباراه مهمه جدا، يعني النهائي الافريقي بين الاهلي والوداد المغربي. طيب انا دايما وابدا بقول ان فيكتور جوميز هو افضل حكم في القاره حقيقه، من افضل حكام القاره، هو افضلهم الحقيقه. فيكتور جوميز كان، حضرتك خدت بالك اكيد عارف ده، ان هو لعب المباراه الدور قبل النهائي للفريق الوداد، ومع ذلك طبعا انا يعني اعتقد ان الحمله اللي عملها النادي الاهلي لاول مره يمكن تثمر او تسفر عن ان هو يجيبوا حكم، لان انا كانوا في الكواليس كانوا ممكن يستعينوا بجسامه والارتكاز، وكانت تبقى مصيبه. فبالتالي فيكتور جوميز انا بشوفه من افضل حكام القاره، انا بقولها لك على مسؤوليتي، حتى لو هو كان عنده اخطاء في المباراه. نتمنى ان يكون موفق في اليوم ده، ان الحكم زيه زي اللاعب زي المدير الفني، محتاج التوفيق. صحيح، ما هو خلي بالك يا كابتن اسامه، التحكيم ما هو الا توفيق. يعني التحكيم هو اللي توفيق من عند الله سبحانه وتعالى، التحكيم التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. فيكتور جوميز من الحكام المحترمين، اعتقد ان هو هيدي كل واحد حقه، عنده شجاعه، عنده قدره على اداره المباراه بشكل كويس جدا. اعتقد حتى لو كان عنده اخطاء لازم يعني لازم هنقبلها، لان هو مش متعمدها اكيد، وان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله ويوفق جميع حكامنا المصريين. طب وعلى الفار بملكه سيما الحكم الاثيوبي شايفه ازاي برضه؟ بص انا اشوف بملك من الحكام الامناء، بقول لك بامانه شديده، بملك التيمه من الحكام اللي عندها امان بامانه شديده الحكام، عشان تبقى يمكن خلي بالك الجانب المغربي نفسه معترض على وجود بملك، لان هم كان ليه معاهم مشكله قبل كده برضو في تقريبا نهضه بركان او الوداد، فكان عندهم مشكله مع بملك. انا بشوف بملك الحقيقه من الحكام اللي عندهم امانه، وحط تحت كلمه امانه دي يا كابتن اسامه ثلاث اربع خمس خطوط، ده هو ده الاهم دلوقتي في التحكيم في قاره افريقيا، ان الحكم يكون امين. سيبك من معيار الكفاءة، ده معيار الكفاءة ده ما عادي، أي حد بيقدر يحكم وأي حد بيعرف يصفر، الأمانة، لكن معيار الأمانة هي كل حاجة. أخيرا يا كابتن توفيق أسألك سؤال، عايزك ترد عليا بأه أو لا. تمام. ممكن نشوف في الكرة المصرية في مباراة حكم يحسب ثلاث ركلات جزاء؟ طبعا خمس ركلات جزاء، كابتن جمال غندور حسب خمسة قبل كده في عصر الكابتن عصام فتاح، استحالة. لا بص هو خلينا نتفق على حاجة، هو كابتن عصام امبارح ما قالش للحكم، انا خلينا ابقى صريح معاك واتكلم بكل صراحة. انا بتتكلم امبارح على مباراة الزمالك وأسوان، ركلة الجزاء الثالثة هي ركلة جزاء صحيحة 100% وانا بقولها لك. كابتن عصام ما قالش للحكم ما تصفرش، ما قالش للحكم لما تروح تشوف البار ما يصفرش، ما قالوش كده الراجل يعني، فاهم قصدي؟ هو كان قرار الحكم، انا كنت بتمنى ان الحكم يمتلك الشجاعة يحسب ركلة جزاء، لأن ركلة جزاء الحقيقة كانت موجودة، ركلة جزاء صحيحة 100%، وما فيش أي مشكلة إن أنا لو عندي 10 ركلات جزاء في المباراة أحسبهم، ما عنديش أدنى مشكلة. على الأهلي، على الزمالك، على المصري، على الإسماعيلي، لصالحهم، حتى لو لصالحهم ما فيش أدنى مشكلة. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن توفيق، ونتمنى لك كل التوفيق. كابتن توفيق السيد الحكم الدولي السابق، وضح لنا الصورة كاملة والتحكيم المصري رايح لفين، واصل لفين، وأنا من هنا